ان انا كنت لما اروح احضر افلام عربيه هنديه وانا صغيره يعني عمري يمكن 8 سنين في الخزانه اول كن في مرايه برا خارج فوق الباب يعني فبس وحفظ انا مشهود لي بالحفظ يعني بالنصوص ما شاء الله فمجرد ما اشوف الشخصيه اللي تعجبني بالفيلم احفظ حواراتها واي امثلها بروحي قدام المرايا شو تسوي اسوي ترقص ارقص تكلم تبكي كله انا اسوي فبدت هذه عاشت بس وضعي الاجتماعي صحيح يعني ما اعطيني امل اني ممكن اصير ممثله يعني انت كنتي ولا زلتي تنتمين الى عائله نصهم نواخذ وما العلوه بالضبط شلون طلعتي يعني حتى ابوي رحمه الله عليه كان مؤذن وكان مقرا قران نعم. قارئ قران فكان شبه مستحيل صحيح. مستحيل بس قلت يعني بيني وبين نفسي لما جات الفرصه ما حبيتها الطوف لما جاء عائله مجسوم وكلمونا انا والاستاذه امينه الشراح الاخت الحبيبه فهي ابدت استعدادها انها تكون مذيعه وانا ممثله بس طبعا قوبل هذا الموضوع ما هو بالرفض بالحرب بالضرب كم مره انضربتي بذيك الايام وايد والله وايد وانحبست وحتى يعني عقاب اللي كانوا يعطوني وجبتين باليوم بغرفة يقفلوا الباب بس بعدين امي وايد حنونه لما شافت كذي خلاص هنيت. هي وافقت بروحها ولا عقب ما كلمها اخوك عقب ما أيوة اقنعوا ابو جسوم انت عندك معلومه كامله احنا نبغى نسمع منك لكن هي كلمت اخوي وقالت له انا موافقه انا المسؤوله عنها وانا موافقه بس انت شرطي انك تصاحب او شرطه هو انه يصاحبني انزين قلت له اوكي